بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الفيديو ضمن سلسلة التعريف في التمور. هذه التمر التي أمامنا هي تمرة دقلة نور المشهورة، مصدرها من الجزائر. طبعا دقلة نور أصلها من الجزائر وفي كذلك في تونس والمغرب، وزرعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من التمور عالية الجودة المشهورة. تأتي ثمرتها طويلة ذهبية شفافة ونواتها نحيفة، تم زراعتها في المدينة المنورة وكذلك القصيم ومناطق أخرى. ويقول الشيخ حليت مسلم رحمه الله أنه عندما زرعت في المدينة تغيرت صفاتها عما كانت عليه في أرضها في الجزائر بسبب تغير الجو، لأن جو المدينة جاف وحار، فلم تصبح شفافة كما كانت في أرضها، وأعطت ثمرة نصف جافة. وكذلك نراها زرعت في القصيم فكانت ثمرة جافة أو نصف جافة تشبه البانة، لونها أبيض، تغيرت صفاتها. وهذا دليل كبير على أن بالتجربة، على أن بعض أنواع النخيل عندما يزرع خارج أرضه وجوه الذي نشأ فيه تتغير صفاته. وقد رأينا ذلك في عجوة المدينة، عندما تزرع خارج المدينة تتغير صفاتها، وكذلك بعض الأنواع. ولكن بعض أنواع النخيل عندما تنقل من أرضها وتزرع في أماكن أخرى قد تجود وتتحسن جودتها أكثر مما أرضها، كما هو المجدول، زرع في المدينة وزرع في القصيم وزرع في أماكن أخرى وأعطى نجاح كبير. طبعا هذه تمرة دقلة نور، وهذه من تمور الجزائر، مصدرها من الجزائر مستوردة، وتأتي بشماريخها كما هي عادة التمور في الجزائر وتونس. تمرة شفافة لا مشهورة ونواتها نحيفة. هذه تمرة دقلة نور، وهذا الفيديو للتعريف بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك علما ينتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.